السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كنتم هذه اجمل واطيب تحيه نبعثها لكم من استديوهات قناتكم قناه الريان الفضائيه من هنا من استديوهات القناه بالقرب من ميدان التحدي ميدان سباقات الهجن العربيه الاصيله كما عودناكم في برنامج الريس متابعه اسبوعيه لابرز المنافسات وابرز التحديات التي يشهدها الميدان مع بدايه هذا الموسم بتسلسل سباقاته المحليه التي تشهد خطا بيانيا متصاعدا على مستوى الاعداد الفني وعلى مستوى جاهزيه الهجن التي سنقف على اخر استعدادات الهجن القطريه بملاكهم ومضمريهم في هذه الحلقه قبل التوجه الى العاصمه الاماراتيه ابو ظبي للمشاركه في النسخه الخامسه من بطوله كاس الخليج للهجن العربيه الاصيله المزمع اقامتها في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من هذا الشهر مرحبا بكم مشاهدينا الكرام كما يسعدني أن أرحب بالزملاء الذين يشاركوننا في هذه الحلقة وأبدأ بالتحية بضيفنا الذي شرفنا بالتواجد واسعدنا السيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي مدير اللجنه المنظمه لسباقات الهجن يا مرحبا ابو يا محمد الله مرحبا شرفتنا ونورتنا يا مرحبا باخواني ومتابعينا على قناه الريان الله يحييك ابو محمد وان شاء الله تكون حلقه مميزه بوجودك ان شاء الله بوجودكم الله, الله, يسلمك ايضا نواصل التحيه بمحللي قناه الريان الفضائيه سالم بن راشد بالاسود المري محلل قنوات الريان الفضائيه نحيي سالم براشد وايضا التحيه موصوله للمبتكر حمد بن علي بن جرحب المري الذي ايضا يتواجد معنا ابو علي الله يحييه والتحيه موصوله بالاخ عبيد بن علي السناري محلل قنوات الريان الفضائيه يا مرحبا يا عبيد والتحيه موصوله ايضا بالزميل والاخ فهد بن مبارك بن حباب الهاجري محلل قنوات الريان الفضائيه الله يحييك يا فهد والتحيه ايضا موصوله بالاخ سعيد بن خالد الشهواني محلل قنوات الريان الفضائيه يا مرحبا يا ابو خالد بكل يا محمد يا مرحبا يا مرحبا بالجميع نذكركم مشاهدينا الكرام بان بامكانكم المساهمه والاسهاب في هذه الحلقه من خلال تفاعلكم على وسم برنامج إندرسكور سكور الريس على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام فمرحبا بمشاركاتكم والوسم ظاهر امامكم على الشاشه ابو محمد في البدايه نقول بيض الله وجيهكم على هذا التميز سباقات محلية أشبه بالختاميات ابتدى الموسم في شهر تسعة الحين حنا في شهر 11 مقبلين على مهرجان السلامة ومقبلين على أحداث كبرى كيف استعدت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن لهذا الموسم وأيضا عن ما واجهتوه في هذا الموسم من خلال سير العملية التنظيمية بداية بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على هذه المقابلة والتوضيح بالنسبة لمهرجاننا كاس الخليج ومهرجانات اللي قمنا بها السنه هذه ما يخفى عليكم التوجيهات من سيدي سمو الامير بلاد مفدى ورئيس اللجنه المنظمه لسباقه الهجن سعاده الشيخ حمد بن جاسم في فيصل الثاني ان نسهل كل الصعوبات على المشاركين وعلى اخواننا القائمين عندنا في دوره الشحانيه. مشكور جزاك الله خير. فالحمد لله الموسم هذا كان من افضل المواسم بالنسبه لنا احنا كلجنه. الحمد لله ما عندنا اي ملاحظات على المشاركين ولا على ذي الميدان الحمد لله السنه هذه يمكن يكون من افضل الميادين كشهاده الملاك واللي يدربون على والمضمرين بدينا في شهر تسعة في 14 شهر تسعة في التمهيدي الاول الحمد لله ولا يخفى عليكم ان احنا من يوم بدينا بالتمهيدي الاول واحنا بادين في اشواط مغيمه ومسعره واشواط سيارات الحمد لله اللي حصل نصيبه فاز وتنومس واللي ما حصل نصيبه بيحصل ان شاء الله في الايام الجايه لكن الحمد لله من فضل الله يعني احنا بدينا مثل ما بدينا السنه اللي فاتت صحيح نفس النظام نفس الشروط نفس كل شيء السنه هذه برنامجنا السنه هذه مثل برنامجنا السنه اللي فاتت حسب التعليمات اللي من سعاده رئيس اللجنه سعاده الشيخ حمد بن جاسم واخوانه الاعضاء في اللجنه والحمد لا. لله رب الامور طيبه وكل شيء زين الحمد لله ابو محمد يمكن انت سائل احنا كملاك هجن في ميدان الشحانية عن مهرجانات كبيرة جايه منها مهرجان السلامه صحيح بنتكلم عنه في وقته هذا المهرجان اللي بيكون ابو محمد اعتقد في تاريخ 28 28 29, 29 و 30, و 30 طبعا المشاركه مفتوحه لكل اخواننا من دول مجلس التعاون بمناسبه صحيح عوده الشيخ حمد بن جاسم الفيصل الثاني صحيح اذا بنتكلم ابو محمد عن برنامجكم السنوي الحين مثلا عندنا موسم يبدا من شهر تسعة لغاية شهر شهر ثلاثة شهر ثلاثة يختتم آه. بدرهام س سيدي سمو الأمير سيدي. في 15 ثلاثة وبعد درهام التحدي بعد ما نرجع من المرموم ومن الوثبة يكون سباق التحدي يعني نتكلم على شهر تسعة إلى شهر أربعة تقريبا شهر أربعة تقريبا نعم نعم هذه المرحلة أبو محمد كم تتطلب منكم كلجنة منظمة إعداد موازنات خاصة إعداد أشواط إعداد ترتيب احنا يمكن نشوف الأمر هين ولكن هذا يتطلب الكثير من الوقت هل هناك تعديلات على مستوى السباقات المحلية أم أن اللي موجود في البرنامج هو اللي راح يتم إحنا ما يخفى عليكم إحنا عندما ينتهي الموسم الموسم اللي فات السنة اللي فاتت إحنا جهزنا رزنامتنا للسنة هذه يمكن بدينا نجهز الرزنامة من شهر خمسة أو شهر ستة ونسقنا مع أخواننا دول مجلس التعاون الخليجي بنسأل التواريخ وكذا أه. ودائما لو تشوف تواريخنا ما تتضارب مع تواريخ اخواننا صحيح. في مثل في الوثبه او في دبي أه. فالحمد لله رب العالمين جهزنا رزنامتنا وطلعنا كتيبنا واعلناه ومشينا عليه من شهر تسعه واحنا ماشيين على نفس التواريخ ونفس الايام ماشي. ونفس المسافات ولا صار عندنا تغيير وهذه لازم تكون عندنا مصداقيه مع اخواننا الملاك والمضمرين ان الكتيب اللي احنا نطلعه والمعلومات اللي احنا نطلعها تكون معلومات دقيقه وواضحه للملاك وللمضمرين والحمد لله رب العالمين يحتاج وقت يحتاج وقت يحتاج جهد يحتاج جهد الشيخ حمد بن جاسم اخوانا وياه في اللجنه الدكتور مبارك بن حمد وجميع العاملين في اللجان صراحه يعني يشكرون على الكتيب هذا ما ما عمله شخص او شخصين او ثلاثه يمكن ستاف كبير يشتغل على هذا الستاف على هذا الكتيب والتواريخ والايام وهذا شيء مش بسيط صراحه والحمد لله رب التوفيق من الله سبحانه وتعالى وبالاضافه الى اخواني اللي معي في الأستاف ابو محمد احنا نتكلم الحين على خمس سباقات محليه. نعم. تقريبا كم عدد الهجن اللي سجلت في هذه السباقات المحليه؟ كم عددها؟ هل هي اعداد فاقت العام الماضي او نفس الاعداد تقريبا؟ شوف احنا احنا دائما دقيقين نشوف الاعداد مع مع الشركه المنظ... اللي قايمه على البرنامج التسجيل الالكتروني. نعم. ناخذ الاحصائيه كل تمهيدي ونقارنه بالتمهيدي السنه اللي فاتت. ممتاز. يمكن اكثر عدد جانا ايه 5000 6500 راس تقريبا في سباق محلي في السباق المحلي اللي هو السباق الرابع لا الخامس الاخير هذا مه. في تقريبا حوالي 6500 او 6460 كذا يعني بالعدد يعني فاق 6000 مضية يعني مه. فكل سنه هو أقبص اكثر من العام، العام كان 5200 يعني انت عندك زياده 1200 تقريبا 1200 الناس صراحه تطمع المهرجانات دوله قطر ميدان التحدي في دوله قطر من جوائز من جوائز عينيه او جوائز نقديه ومن نفس الحمد لله رب العالمين نحن متوافقين في الانظمه وفي القوانين وتكون دقيقه والفحوصات عندنا الحمد لله يعني من افضل المختبرات في العالم وهذا شيء يعني يعني شهاده الجميع الحمد لله والحمد لله رب العالمين تكلم ابو محمد على افضل المختبرات الموجوده في العالم عندنا في قطر وهذه نشره وزعتها اللجنة المنظمة لسباقات الهجن من خلال المختبر. المختبر الأول. هذا. المختبر الأول اللي وزع هذا الكتيب يضم قائمة بالمواد المحظورة في سباقات الهجن. هذا هو الكتيب. مترجم س... عربي وانجليزي. نعم مترجم باللغتين العربية والإنجليزية ويحتوي في داخله على كل المواد المحظورة وإحنا أبو محمد نقول بأن هذه المبادرة. وهذا الموضوع راح يساهم في توعيه الناس صحيح احنا احنا قد طبعناه تقريبا من حوالي ثلاث سنوات او اربع سنوات لكن اليوم ضفت مواد جديده احنا أه. لازم نطلع المشاركين على اي جديد يصدر ان نحاول على طول في الكتيب ونطبع لهم حسب ما جانا من المختبر أه. وحسب ما جاتنا من معلومات من المختبر الدولي ان هذه المواد جديده تقريبا ما دي حوالي يعني ما ادري كم ماده بالضبط انا والله ما عندي فكره فيها بضل. لكنها اكثر من ماده واحنا ترجمناه وحولناه عربي انجليزي وزعناه على اخواننا الملاك نعم كيف يقدر يحصل عليه المشاركة موجود في مكتب التسجيل. في مكتب التسجيل. <applause> نعم احنا طبعنا اكثر من ألف نسخه وموجود وانا حبيت صراحه اجيبها لكم اليوم عشان الله, الله ما يطلعون عليه. بيض الله وجهك. وجهك. احنا بنتكلم مع ابو محمد يسمحون لنا اخواننا الله نستغل وجود ابو محمد ها حاضر كل هذا اليوم اي نعم الناس يبون علومه كلهم نعم ابو محمد بنتكلم عن المهرجان القادم نعم. مهرجان السلامة صحيح. مثل ما قلت لك قبل شوي احنا نتساءل في الشحانية اخواننا اللي في الخليج يتساءلون ايضا لان سمعنا ان المطية اللي عليها لوك راح يرفع عنها الايقاف فقط للمشاركة في ركض السلامة وبعد المركاض راح يرفع اللوك هل في فحص ما في فحص اسئلة كثيرة عند المشاركين في مهرجان السلامة اللي سيقام ان شاء الله مثل ما ذكرت في 28 29 30 نعم. هذا الشهر. شوف مهرجان السلامة قايم هذا المهرجان على سلامة سعادة الشيخ حمد بن جاسم فيصل الثاني الله يحفظه بعد عودته الحمد لله السليمة لدولة قطر تبرعوا فيه اخوانه وكل محبين للشيخ حمد وساهموا فيه اللي اللي ساهم يعني بروحه بمعنويات بسيارات بجوائز المهرجان هذا طال عمرك فيه تقريبا 78 بالضبط 78 سياره نعم. آه في شوط نقدي اللي هو الشوط الختامي اللي هو بيكون تاريخ 30 العصر العصر اربع اشواط مثل ما موجود في الكتيب نعم. شوط ال 500 الف هذا نعم آه المطيه الموقوفه راح تركض آه المطيه اللي لو قدر الله انصادت راح ترحل الجائزه حق اللي بعده السليم نعم. ما في توقيف على المطيه أه. وما فيه غرامه مبلغ 50000 ريال يعني في فحص في فحص نعم لفحص. ولكن الحين اللي يقول ابو محمد بس نوضح المطيه اللي بيتم اكتشاف تعاطيها للمواد المحظوره سيتم ترحيل جائزتها للي في المركز اللي وراه ولكن ما راح يتم توقيفها في السباقات الجايه نعم ولا راح تتحمل غرامه غرامه نعم صحيح أه. هذه حسب ان المهرجان هذا يحمل اسم سعاده الشيخ حمد بن جاسم وسلامته والشيخ حمد بن جاسم مقصده في هذا الموضوع ان الكل يستانس الكل يفرح الكل يتنفس لكن ياخذ حقه الفائز اللي اللي هو سليم ياخذ جائزته والله يوفق الشيخ حمد ويشفيه يا رب العالمين ودعوات ان شاء الله المشاركين ونتمنى احنا كدورنا اللجنه ان الكل يكون سليم والكل ان شاء الله يفوز والكل ياخذ جائزه ان شاء الله نعم حد عنده سؤال مطمئن بس في ملعب اي لا عندكم الحين <applause> لا جاوب عليها ابو محمد كثير من الناس يتساءل هل المطيه اللي عليها بلوك انها تشارك وكذا يعني وهل لو جاء صيدت في المهرجان هذا نفسه انه يعفيها من المهرجانات الجايه يعني وضحها ابو محمد ما قصر بيض الله وجهك الله <applause> الترحيله كم مركز ابو محمد مثلا احنا طال عمرك الفحص على كم الفحص الفحص على ثلاث على ثلاث مراكز على الثلاث مراكز. ثلاث مراكز, مراكز. أه. يعني لو صدنا الاول نرحلها للثاني لو الثاني سليم وفي الحاله هذه لو الثلاثه يعني يطلعوا كلهم يروح ياخذ الجائزه الرابع أه. في الحاله هذه الرابع ما يفحص الرابع, ما, الرابع ما يفحص الرابع ما يفحص الرابع اللي مذهب لنا معالج ولا شيء بيحس الرابع يمكن <applause> <applause> يفرط إيه من الرابع الخامس اللي يلا كاتب له مو مو بفيده بس ابو محمد اللي عليه غرامه صحيح اللي عليه غرامه ولا دفع الغرامه اللي هي 50000 وناقته موقوفه من قبل يشارك يشارك حتى لو ما دفع الغرامه حتى ما دفع المقصد من المهرجان هذا الجميع. نعم توجيه توجيهات سعد الشيخ الفرحه للجميع الكل يبقى 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 يفرح والكل يشارك والحمد لله رب العالمين الشيخ حمد ما حط هذا المهرجان ولا وضع ولا يبي يضع صعوبات على المشاركين بس اهم شيء إن انك تركض تركض سليم وتاخذ جائزتك هو المركاض هذا بما معناته على سلامه ابو عبد الله نحمد الله على سلامته وعودته أرض الوطن يمكن قصد الناس كلها تستفيد ما طبقت عليه اللوائح الخاصة باللجنة نعم لجنة على جميع المشاركات سواء في المحليات أو في المرجات الرئيسية فرحة للكل والجميع صحيح. يعني تحت الفرصة للكل إنها للمشاركة وحتى لو وقع شخص ما يتغرم أو أنه ما توقف مطيته عن المشاركة لمدة سنة صحيح. ولكن الجائزة راح يأخذها الإنسان اللي مطيته سليمة وخلص وهذاك راحت عليه مجرد مشاركه فعليه بدون جائزه نعم. وايضا جانا الكشف الخاص بمهرجان السلامه لسباقات الهجن بمناسبه العوده الكريمه لسعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني من رحله العلاج اللي كانت في جمهوريه فرنسا وفي المملكه المتحدة هذا هو البرنامج موضحة فيه الأشواط والجوائز النقدية والجوائز العينية الكبيرة اللي منها شوط الحيل الأول راح يحصل على جائزة 500 ألف هذه أسماء والمتبر الداعمين والمتبرعين بقى. نعم آه هذه 500 ألف للشوط الرئيسي للحيل الشوط اللي قبله الثالث لكسز اللي قبله لكسز الثاني الشوط الأول تويوتا ستيشن جي ومجموعة من السيارات آه في هذا المقام يكون المقال شكر وتقدير للسادة الداعمين لمهرجان السلامة سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعادة السيد محمد بن زايد الخيارين السيد غانم بن منصور السيف الخيارين السيد صالح بن حمد القمرة سعادة الشيخ عبد الله بن جاسم بن فيصل الثاني السيد سالم بن حمد بن سالم بن بريكان مطر بن سعيد المريخي وجاسم بن ربيع الكواري مظفر بن محمد بن خموشة العامري فهد بن مبارك بن حباب الهاجري أخونا بيض الله وجهك وجيه الداعمين وأيضا ده. أخونا سعيد بن راشد الزعبي هذه الأسماء اللي ذكرت لكم أسماء ساهمت في دعم مهرجان السلامة بمناسبة عودة الشيخ حمد بن جاسم فيصل آل ثاني المسافات أبو الحقائق الحقائق اربعة كيلو ممتاز اللقايه خمسه، الجذاع سته، والثنايا والحول ثمانية كيلو ثمانية كيلو المسافة الرسمية المسافة الرسمية نعم, نعم. 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 الحقائق من اربعة نعم اللقاية من خمسة، الجذاع من ستة نعم الحيل والثنايا من ثمانية ثمانية وفي سودانيات شوطين للسودانيات ممتاز آه ناخذ تغريداتكم مشاهدينا الكرام ونذكر واسم برنامج الريس آه عبد الله اس يقول نشكركم على جهودكم الطيبه ونطلب من المسؤولين رموز لانتاج الشيوخ وذلك لتطوير هذه الرياضه لفائده الجميع من منتجين ومحبين للرياضه هذه مطالبه ابو محمد باشواط خاصه بالانتاج للشيوخ رموز خاصه بانتاج الشيوخ سلم عليه واللي كاتب لك واحنا هذا الموضوع طرحناه البارحه في الليل للنقاش وان شاء الله بشوف النور قريب إن, ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ابو محمد فيه موضوع يمكن الناس تسال عن الميدان الجديد واحنا خذينا منك وعد ان شاء الله ان باذن الله راح تكون في حلقه خاصه ان شاء الله في برنامج الرئيس وراح نوضح فيها الامور لان الان الى الان الامور ما لا. بعد اكتملت صحيح. حتى ترى النور ان شاء الله صحيح. في الاعلام وتنور النور ان شاء الله قريب ان شاء, إن شاء الله. الله باذن الله تعالى اذا موضوع الميدان الجديد بخصوص اساس الاسئله موضوع الميدان الجديد ان شاء الله راح نتحدث فيه عن حلقات في حلقات جايه من خلال اكتمال كل عناصر ظهورها الاعلامي وباذن الله تعالى أنتم يا الهجن ان شاء الله في خير دام سيدي امير البلاد المفدى يقف وراء دعم هذه الرياضه وبوجود رجالات يدعمون هذه الرياضه ويشرفون عليها سعادة الشيخ حمد بن جاسم في فيصل الثاني الدكتور مبارك بن حمد وأخونا مبارك بن محمد بن بادي النعيمي وكل صراحة أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات اللجن وأيضا أنتم محبين الرياضة العربية الأصيلة لأن بحبكم بتمسككم بتراثكم راح تستمر هذه الرياضة العربية الأصيلة ما أدري إذا التقرير جاهز ولا لا نعم إحنا اليوم قلنا بنستغل الوقت بقدر الإمكان الحديث مع ابو محمد وايضا مجهزين لكم فقره طيبه باذن الله راح تشوفونها مع نجوم يمكن ينافسون يمكن يجلسون في هذا المكان في يوم من الايام باعتبار هذا منهج التقديم التلفزيوني وراح تتعرفون عليهم ان شاء الله بعد شوي شو ابو خالد شو تقول يا ابو خالد؟ اقول <applause> والله <applause> ما ظنيت يا ابو محمد انه ياخذ الحين تطلع اخطاء الحين لا لا ما يجي منكم الا الزين طبعا الموضوع ان اخواننا المحللين كل شخص منهم زار حد العزب اللي راح تمثلنا باذن الله في بطوله دول مجلس التعاون تعرفنا على اخر استعدادات بعض الملاك القطريين اللي راح يمثلون الدوله ان شاء الله في كاس الخليج في فقره قادمه بتتابعونها في هذه الحلقه ولكن دعونا ننطلق في التعرف على الاشواط التي اقيمت في المرحله الثانية من السباق المحلي الخامس بمشاركة نخبة من الهجن العربية الأصيلة وصل عددها تقريبا في هذا السباق المحلي الخامس بمرحلتيه الأولى والثانية لأكثر من 6000 مطية نشوف السباق ونبدأ مع الشوط الأول الرئيسي الخاص بالثنايا البكار حيث حضر شعار محسن بن جابر بن جبران المري مقدما لنا المدينة التي كانت مدينة للناموس استطاعت مع شعار بن جبران أن تحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي في زمن مقداره 13 دقيقة و 8 ثواني و 4 عزام من الثانية مش سلالتها سلالتها عزام من زمونا وأمها محجنها من سالم بالخوتها قعمان ومشاركتها قبل الشوط اليوم والله مشاركتها السنه هذه جاء اشتراك واحد قبل الركض هذا لانها قصائدها واقع صحيه وشاركنا اليوم ان شاء الله الخطي في الشوط الثاني تواصلت الاثاره مع لجام الذي قدم اداء استثنائيا سلاله الجذاب اجتذب الناموس فقدمه شعار صائد الرموز ليصطاد هذا الناموس في الشوط الرئيسي مهديا هذا الانتصار للسيد منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين توقيت لجام 13 دقيقة 13 ثانية أربع أجزاء من الثانية سلالة القعود أبوها الجذاب بير بن فراي أم بنت قبار مشاركاته قبل الشوط اليوم والله مشاركاته طيب القعود شارين نحن على سبق ومركاضه قوي ما شاء الله اليوم مركاضه بعد بيض الوجه تواصلت اشواط الثنايا وفي الشوط الاول الرئيسي حضرت قلميمه لتنتزع الناموس مع شعار هجن الشحانيه قادها في ذلك الانتصار سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما لنا ثلاثه اسماء سيطرت على المركز الاول قلميمه المنحدره من سلاله مرخان المملوك للسيد بروشد. بروشد. سليمان برويشد الجهني هذه قلميمه لهجن الشحانيه تختطف الشوط الاول في الشوط الرئيسي الثاني حضر فجاج. الذي قدم آداء كبيرا كاسرا أمواج المنافسة. قدمه في ذلك شعار هجن الشحانية. مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. سلالة فجاج شاهين بن سالمين المنصوري. الشوط الرئيسي للحيل حضرت رسائل باعثه رسائلها الى المركز الاول قدمها في هذا الشوط ممثل العاصمه الدوحه الدائم عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي رسائل استطاعت ان تكسر حاجز ال عشر دقيقه بتوقيت زمني 12 دقيقه 54 ثانيه اربع اجزاء من الثانيه تهانينا للخليفي وبن حويل. الناقه سبوق لها ماضي العام سابقه في الوثبة واولة العام سابقه في قطر وسابقه في دبي، ناقلها وصله في الركض. واليوم قامت راس وانها راس بدون اي اوامر. الحمد لله رب العالمين، اليوم الحلال كله راكض، والامور طيبه يعني. في الشوط الرئيسي الخاص بالزمول، كان الباز قاب قوسين او ادنى من تحقيق الفوز، الا ان خطام استطاع خطام انتاج عندي من ابلي وبيه كان عندي يسبق من قبل يعرفون اهل الشحانيه أمها بنت جبار الشيبه والبعير عندها انجازات وعنده مشاركه شواطر الرئيسيه قد اخذها جذع والعام عنده سبق وذا السنه عنده كم سبقه والله يبارك لنا ولك في الشوط الاول الرئيسي للحيل حضرت زعفرانه لهجن الشحانيه مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي مسجله زعفرانه 12 دقيقه 42 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه الشوط الرئيسي للزمول جاء مناور ليناور في الامتار الاخيره لهجن الشحانيه ايضا مع العملاق الكبير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بتوقيت مقداره 13 دقيقه 10 ثواني 6 اجزاء من الثانيه you <laughs> تهانينا اذا لكل الفائزين مثل ما قلنا لكم مشاهدينا الكرام بان كان الاستعراض سريع جدا للاشواط باعتبار ان عندنا فقرات كثيره في هذه الحلقه لذلك نعتذر من الفائزين اللي ما حللنا اشواطهم ولكن باذن الله انهم يسبقون ان شاء الله في المواعيد الجايه ونحللهم ما انسى اهني خطام لان انقطع قبل شوي راعي خطام لان انقطع الصوت اللي هو جيام مصالح صالح العبده المري وولده سعد على هذا الفوز وبالمناسبة خطام سبق له أن حقق المركز الأول في مناسبتين وفوز خطام كان هو الفوز الثالث بعد أن كان الباز بن <applause> حلفان قاب قوسين أو من انتزاع الناموس إلا أن خطام أصر على انتزاع الشوط الرئيسي ناخذ جزء من تغريداتكم قبل ما نروح الفاصل الوهيبي يقول نشكركم على هالبرنامج الطيب وبيض الله يجيكم بيض الله وجهك الوهيبي وايضا يشرفنا مشاركتك وتفاعلك مع البرنامج. فهد يسال يقول لو طلعت المطايا الثلاث في الفحص الرابع ياخذ السياره ولا لا؟ ياخذ السياره جاوب ابو محمد ياخذ السياره لان الفحص بيكون على الثلاث المراكز الاولى. عامر المنهالي بيض الله وجيههم على الترتيب يقصدكم اللجنه يا ابو محمد يا. اه ويقول ترتيب طيب وتنظيم ممتاز سؤالي هل المهرجان مفتوح ولا محلي المهرجان مفتوح لكل الخليج نعم صحيح مفتوح المهرجان مفتوح لكل الخليج ومثل ما جرت العادة في ميدان الشحانية كل سباقاتنا مفتوح. المحلية مفتوحة مفتوح. نعم عبد الرحمن الجهني يقول التحية للجميع وألف مبروك لبن جرحب مبروك يا بن جرحب يبارك بشر سابق حي الجهني اللي خلاك تقول مبروك من اول ليله مبروك, مبروك تستاهل الله يبارك يا. بشر. ابشرك ماخذين الاول ما شاء الله وابشرك مو بالاول الحالة الاول ومعي محللين بعد سابقهم لا الحمد لله الحمد لله لا انا علقت على شوده جات رابعه ما قصرت لا تعلق على مطيه اللي يا سعد ليه؟ يعلق على مطايا بدر بن وجب خلاص تم <تبع> <تبع> متفائل باجي <تبع> <تبع> متفائل باجي اجل لا تروح الشوط الاول ايش <تبع> معنى <منا>. المخرج حط <تبع> على فهد ما ادري ليه ها؟ المخرج حط <تبع> على انا بعلمك ابو محمد لان المخرج <تبع> هو نفسه اللي نا... اللي كان ناقل الركض وراصد كل كل كبير كل جسمه واكيد المخرج الحين انا اتمنى انه يعيد الشوط على الهواء <applause> اتمنى انه يعيد الشوط لا لا حفظ للوقت <applause> كنت بشارك ولا حفظ مشارك ولا ما شارك؟ حفظ للمستقبل مستقبلك هو يقول لك الرجال مو مشارك في الشوط المخرج ما قطع هو قطع على احد غير 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 ابو مبارك ما ادري والله ابو محمد يقول <applause> يدري انه دائما بيني وبينه اخذ آه في الكلام لكن انا اذا وجدت معه ابو محمد <applause> كسرت ابو محمد المخرج واحد قال لي محمد ابو شارب الله يمسيه بالخير هو اللي دائما يرصد لنا كل شيء وأكيد أنا مدام أقطع أبو مبارك أنا ما أدري معي محلل لكن مدام أقطع على أبو مبارك أكيد أنه أبو مبارك زين ممتاز يقول لا عشان الكلام اللي بينكم قبل الحلقة ما أدري عشان شجره بينكم آه نروح فاصل مشاهدين الكرام ونرجع لنواصل معكم باقي الفقرات مع برنامجكم برنامج الرئيس مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا مع ضيفنا اللي مشرفنا في هذه الحلقه السيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي، مدير عام اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، واللي حدثنا قبل الفاصل عن مهرجان السلامه وعن الاجراءات التي ستتبع في مهرجان السلامه، المطيه اللي عليها ايقاف سيسمح لها المشاركه فقط في مهرجان السلامه، بعد ذلك سيستأنف أو ستستأنف عملية الإيقاف عليها، راح يتم السماح لها للمشاركة في ركض السلامة. الأمر الآخر مثل ما وضح لنا أبو محمد بأن الفحص سيكون على الثلاث المراكز الأولى فقط سيكون على الثلاث المراكز الأولى في حال تم ضبط أي حالة منشطة سواء في المركز الأول أو الثاني أو الثالث راح ترحل الجائزة للمركز اللي يليه. فرضاً أحد المغردين سألني اذا كانت المنشطات مضبوطه في الثلاث المراكز الاولى هل يحصل المركز الرابع على السياره الاجابه نعم راح ترحل الجائزه للفائز بالمركز الرابع ابو محمد مثل ما تكلمنا سباقات مستمره في ميدان الشحانيه سباقات محليه اشبه بالختاميات عندنا ميدان اخر اللي هو الميدان الشمالي هل سيتم تنظيم فيه سباقات هل بنشهد فيه منافسات رسمية تقام على ميدان البصير اللي يعتبر من أحدث الميادين المتطورة وطور في نفس التوقيت مع ميدان آه. صحيح. الشحانية آه. ميدان البصير السنة هذه إن شاء الله من سباق سيد المؤسس راح تقام فيها الأشواط النقدية كل الأشواط النقدية كلها. نعم أشواط النقدية راح تحل... ترحل إلى ميدان البصير ممتاز في المهرجانات الرئيسيه اللي هو المؤسس والامير الوالد وختام يسموه الامير أه. كل الاشواط النقديه راح ترحل في ميدان البصير أه. وفي لجان وفي مسؤولين قائمين على هذا الميدان وفي نفس الوقت اللي تقام عليه ركب في الميدان الجنوبي الشحانية هذا بيكون ركض قائم على الاشواط النقديه في الميدان الشح البصير أه. في نفس التوقيت في نفس التوقيت وفي نفس الوقت زين هل بعد ذلك عندكم نية انكم تسوون سباقات محليه مثلا والله حتى توسع على الناس ومحمد هذه موجوده حتى في الميادين ان شاء الله الجديده ان شاء الله راح يكون فيها ان شاء الله بعد نفس الشيء إقامة مهرجانات هنا التمهيديه في الميدان الشحانيه في الميادين الجديده ان شاء الله بيروح يكون فيها ركض التمهيديات في نفس الوقت ان شاء الله يعني المهرجانات الكبيره بتكون في الشحانيه, الشحانية نعم. وفي نفس الوقت اذا في تمهيدي الاول بيكون في ميدان الشحانيه نفس الشيء في الميادين الخارجيه راح يكون فيها تمهيديات نفس الوقت الله. ونفس الشيء طيب الحمد لله الله من المقصد من المهرجانات هذه والركض المسؤولين الله يطول اعمارهم يبغون يوسعون على الناس والكل يجهز على راحته ما يكون مم. في ضغوطات الحمد لله. على ميدان معين وهذا وهذا الشيء مو بغريب على المسؤولين على هذا نعم. الله يطول عمر سمو الامير وداعم نعم. لها الرياضه نعم. نعم صحيح يعني ان شاء الله اذا صارت الميادين الجديده ان شاء الله عندنا المحلي مثلا نقول يوم الجمعه خاص بالحقايق في الميادين الثانية بالحقايق في في الميادين الفرعية نعم نعم سباق محلي بقى. سباق محلي نعم نفس الجوائز نعم. ونفس الترتيب ما راح يكون نفس الجوائز تقريبا راح تغل جوائزه لكن المقصد منه الناس تجهز والناس تجهز والناس تبي تجهز والناس تبي تجهز نعم. نعم نعم زين أبو محمد احنا عندنا درهام التحدي درهام التحدي يعتبر من الافكار الفريدة واتذكر بان هذه الفكره كانت فكره سيدي الامير صحيح. الوالد نعم يحفظه صحيح. الله حضره صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه الثاني انتم كلجنه منظمه لسباقات الهجن ارتئيتوا ان هذا الدرهم يرجع يرجع مرة, مره ثانيه الى ميدان الشحاني كلمنا عن هذا الدرهم الميدان هذا الدرهم هذا كان الاول على الاجذاع وثنايا وحول فئه الاناثي بس مو فئه الزمول صحيح. والقعدان صحيح التعليمات اللي عندنا والدراسه اللي سويناها على هذا انه يكون من سن الحقايق لين سن الحول وفي نفس الوقت ان حتى القعدان لها اشواط تحدي ما كان الاول فيها الحين في اشواط حق القعدان الحقايق واللقايه والجداء والثنايا والزمول مثل ما هو موجود حق الحقايق الابكار واللقا الحقايق واللقايه, واللقاية, واللقاية والحول خاص بمواطنين الخليج خاص بمواطنين الخليج الشيوخ ما راح يكون لهم هجن الشيوخ ما راح تكون موجوده وفي نفس الوقت احنا ناخذ خمس مراكز من كل مركز من من الرموز الرئيسي. الرئيسي نعم أشواط مفتوحه هل... يا مبارك لا كل ما هي رموز رموز كل ما هي رموز رموز العمانيات ورموز نعم نجمع من هذا خمس ومن هذه خمس ناخذ من مركز المؤسس والامير الوالد الله يطول عمره وسمو الامير الله اعمارهم ومن مركاض الوثبه ومركاض دبي المرموم ومركاض الكويت بس ابو محمد خمس مراكز من كل خمس. كلامك محله في المهرجان التحدي نفسه راح يكون هناك شواط مفتوحه وشواط عمانيه لا 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 شوط واحد شوط واحد يعني كل العمانيات المفتوحه ايه نعم. في شوط واحد ايه نعم في حال ان المطيه انشرت في في احد اي نعم سؤال هذا نعم. سؤال التالي كان. نعم, نعم. مثلا يقول لك والله انشرت الاولى والثانيه والثالثه أوه. احنا نرحل السادسه السادسه والسابعه والثامنه في محل اللي اللي انشرت أوه. لان في حلال في الرموز راح ينشرى صحيح ان كان عند عند اصحاب السمو او عند عند المؤسسات الكبيره مثل الشحانيه او الرئاسه او العاصفه ناخذ الهجن الثانيه اللي جايه في المراكز اللي بعدها أوكا. نرحلها على شوط الرموز إذا انتقلت ملكيتها ابو محمد الى مواطن عادي مثلا نفس الشيء نفس الشيء بس اذا انتقلت للشيخ لا خلاص انتهى الموضوع تشارك تاخذ تاهيلها وياها المطيه المطيه تاخذ تاهيلها وياها حتى لو تنتقل اكثر من شخص بعد تاخذ تاهيلها معاها لكل مركز عندنا في المهرجانات الاساسيه ثلاث مهرجانات ثلاث خمس م... ثلاث مراكز من كل لا خمس, خمس مراكز من الثلاث الرئيسية نعم, نعم. يعني, يعني اللي في الرموز المؤسس وسيدي سمو الأمير الوالد وسيدي سمو الأمير الشيخ تميم الله يطول عمره ثلاثة بالإضافة إلى المرموم الكويت لو. وختامي الوثني يعني كل مهرجان يتأهل منه 20 راس 25 خمسة في خمسة خمس ميادين أقول لك لا لا إحنا عندنا بعد لا. أشواط العمانيات لا الإنتاج لا تنسى في اللقاية عندنا الإنتاج صحيح وعندنا الحقائق في الإنتاج صح. شواطين صحيح هذا من ضمن اللي تأهلون بعد بعد ممتاز يصير إيه نعم. نعم. من كل مهرجان عشرين والمهرجانات الخارجية أكثر 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 قال لك المرموم لا ما المرموم والوثبة والكويت لكن هناك عندهم أشواط إنتاج وأشواط محل عمانيات. وأشواط مفتوحة إحنا نتكلم عن الرموز أشواط اللي بس أنتم هناك الرقم اللي بتاخذونه أو الشوط اللي بتأهلونه هل هو الشوط المفتوح؟ مفتوح, مفتوح, مفتوح إك الأمانيات مفتوح في الميادين الخارجية نعم نعم مفتوح الأمانيات والإنتاج أي, أي خمس على على رمز يعتبر لها تأهيل طيب في إنتاج في الإمارات مستخدمة تأهل تأهل إحنا إحنا حطينا هذا الشيء قبل ما يعلنون عن موضوع الإنتاج اللي في لكن أعتقد أنه يشملهم الشيء هذا آه. نعم سؤال بنبارك مبارك أنه يقصد أنه في مثلا في ميدان الوثبه نعم حطوا عندهم تاج. رموز انتاج من الحقائق الى الحين, الحين. نعم هذا هذا راح يشملهم ان شاء الله راح يشملهم راح يشملهم, رح يشملهم بيض ان شاء الله الله نعم. اصحاب الفكره والمسؤولين عن هذا المقصد الكل يستفيد من العمليه الحمد لله في في ناس مثلا مطيتي جايه رابعه او خامسه ما حصلت مثل بيعه ما حصلت يعني مبلغ طيب الحمد في في التحدي راح تحصل لها مبلغ طيب وفوز وناموس وهذا والمقصد الكل يفرح صحيح نعم صحيح الجوائز في حبيب. التحدي 10 مرات ولا خمس مرات خمس مراكز خمس مراكز هذه مراكب. بادرة طيبة أبو محمد عم. وبعدين طيب بعد تطويركم الفكرة هذه وتحت الفرص قدام المشاركين وقدام الملاك صحيح قبل طال عمرك كنا في التحدي كنا نشارك نشوف بعض الأشواط فيها سبع مطايا وست مطايا صحيح لكن بعد الفكرة هذه وبعد التطوير اللي أنتم قمتوا مشكورين اتحتوا فرص قدام الملاك خليته حتى المنتج يمن يهتم. النفس إنه عم. بيشوف مطيته يعني حتى لو يعني يستبعد انها تفوز لكن على الاقل يكون مشارك ويطلع اسمه في الكشف صحيح. انه مشارك وانه انتاجه وصل المرحله هذه مرحله التحدي وهي تعتبر اصعب المراحل كلها يعني المركات من المركات التحدي يعتبر من اصعب المراحل بغض النظر عن عن المنافسات المره لان هذه تجمع النخبه صحيح. من كل الاشواط وتحته فرص ومشكورين انكم في تعاون مع دول مع دول الخليج انكم اعتمدتوا مهرجاناتهم حتى على مثل ما تفضلت في اشواط الانتاج هذا شيء طيب وينحسب لجنة الموقره وهذا دائما اللي تعودناه منهم مشكورين. ابو محمد بالنسبه للدرام التحدي الحين وضحت للمشاهدين الكرام انه في شوطين فقط للحقائق مثلا شوط قعدان وشوط بكار نعم صحيح. ما راح يكون مثلا شوط مفتوح وشوط اقليات. لكل سن لكل سن, سن, سن شوط. شوط. طيب اذا بنقول مثلا انتم تاخذون الخمس من كل من كل ركض. من كل عندنا احنا ثلاث ختاميات. ايه نعم. تاخذون 5 في 3 15 لا أوه. مو بشرط لا. لا شوف لا لا الله يسلمك مش كذا بوضح له بس ابو محمد الحين احنا عندنا ثلاث سباقات رئيسيه صح طيب. ولا صحيح. لا؟ صحيح على الحقايق مثلا في مهرجان المؤسس اربع اشواط عندنا ست اشواط لا عندنا ست اشواط للحقايق يعني ثلاث اشواط لا الحقايق ما. الحقايق ما عندنا عمانيات ما عندنا عمانيات في القايق، اللقاية عندك اشواط خاصه بالانتاج نعم نعم صح ولا لا؟ الحقايق عندك اربع نعم نعم في اللقاية عندك ست اشواط صحيح ستة بخمسة بثلاثين. ستة بخمسة بثلاثين. إيه نعم. إذا بتجمعهم كلهم في شوط واحد. أضرب ال. في حالات تسعين. شوف زين. بيطلع راح جرى. تسعين متاهلة. نهيك أيه نعم. أيه. عن نهيك عن الكويت نعم نهيك عن الكويت وعن الوثبة وعن لا بعضها وعن دبي بتجمع كل الشوط بيطلع 200 متاهل هو لا ما يوصل 200 لا ما يوصل ما يوصل 200 العدد احنا احنا حسبناها ترى العدد ما يوصل 200 لكن ولا يوصل حتى 60 كحسبه لكن في ترى الاغلبيه ترى حتى في شهر أربعة ما يحبون يشاركون في بعضهم ما يشارك مضيفه واسمه درهم تحدي احنا بي. المقصد من العمليه هذه ترى اتاحه الفرصه حق اللي ما حصل مثلا بيع او ما حصل رمز او ما حصل يعني جايزه ابو محمد الفكرة طيبه, الفكرة طيبة. عليها وهذا شيء دعم لاهل الهجن صراحه لكن انا بالنسبه للعدد اذا المطايا كلها تاهل وتجمع في شوط شغال واحد شغال في البترول أتبقى انت عندك حسابات قوية كثير جدا <applause> لا ما عليك ترى ترى نخبه نخبه تيك في شوط واحد شيء شيء متعه محمد عندي سؤال تفضل الحين اسلمك اذا انا الحين شارك في سن الجدع نعم او في سن اللقاية طبعا حركه السوق في سن الحقائق واللقاية يكون نشط شوي صحيح الحين أنا في سن اللقاية ومطيتي جاية ثامنة ولا تاسعة. إيه. المطايا هذه اللي اللي قدامها الثلاث اللي بينها وبين الخامس انتقلت ملكياتها في مهرجانات ثانيه نعم آه. هل عندكم انتم في, في, في نظامكم وفي السيستم اللي عندكم قالها قبل شوي محمد يبين عندكم ان المطيه هاي تم انتقالها هل بتبلغون المالك احنا طرق تم تاهيلها ولا احنا على ضوها عندنا شريحه المطيه نعم صحيح احنا راح نشيك على شريحه المطيه هل هي انتقلت الى مؤسسه من مؤسسات الكبار او انتقلت لا بس هل هل انا المالك لازم اجيك واقول لك ترى المطيه لازم اتابع الحلال ولا لا 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 متابعين. احنا متابعين انتم اللجنه بتبلغون متابعين وفي نفس الوقت هي. احنا متابعين مع اخواننا في رؤساء اللجان في في دوله الامارات او في الكويت او في م. في ابو ظبي ان يفيدونا ونفيدهم بالمتأهلين على الرموز وكذا في تنسيق في الموضوع هذا وفي تعاون ان شاء الله وفي بتبلغون الملاك انتم وبنبلغ الملاك نعم لان عشان المالك يعد العد العده يبلغ الملاك لكن في حاله لكن في, حالة لا. لا. لكن في موضوع اسمح لي فلات فلات. في موضوع بالنسبه حق المطيه الموقوفه في مركز السلامه ترى ما يقدر يسجلها تسجيل إيه الكتروني في نظام الرئيس في نظام الرئيس لازم يراجع لازم يراجعنا في اللجنه هنا ويسجلها عندنا بي في بيجيكم بيجيكم لا تخاف بيجيكم, 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 بيجيكم هذه بيجي بيجي نقطه لازم اوضحها بيض الله مع وجهك اذا اللي مطيته موقوفه النظام ما راح يقبله نظام الرئيس في نظام التسجيل الالكتروني ما راح يقبله على الراعي المطيه الموقوفه انه حضر يحضر بنفسه ويسجل مطيته عند الاخوان في مكتب التسجيل طرشنا رساله بالتسجيل مم. اللي هو تاريخ 22 و 23 و24 إيه كان قبل الى 25 وتبدون ب 23 اي لان احنا كان في خطا في التاريخ ممتاز لانه ولكن عاد صلحنا فيه اليوم يعني التسجيل 22 و 23 و 24 ممتاز هذا التسجيل التسجيل من مهرجان السلامه ممتاز اي نعم في سالم المري يقول مساء الخير سعد انت والربع اللي وياك واحنا نمسيك بالخير يا سالم السؤال اللي ما دفع الغرامه يسمح له بالمشاركه في مركز السلامه او لا هذا أه نقول شارك يا سالم الله يطول عمر الشيوخ وهذا ان شاء, شاء الله يفوز ان شاء الله يفوز وياخذ جائزه نعم مبروك أبو محمد لا. زين سؤال اخير لابو محمد لأنه بعد شوي بنستعرض التقارير تفضل الآن احنا نتكلم اذا أنت او انباعت ترحل التاهيل في حاله انها طلعت منشطه لا رمز. تمنع واللي بعدها ما تاهل تاهل اللي بعدها بس اي مطيه منشطه راح في الرموز اكيد راح توقف من المشاركه وراح تاهل بعدها تاهل بعدها نعم أكيد. اكيد اكيد زين احنا قلنا مشاهدينا الكرام بان مجهزين لكم فقره وهي فقره تدعم المشاركين في بطوله كاس الخليج اعلاميا ومعنويا وصراحه هذه البادره خبرني عنها اخوي عبد الله بن سعيد العيده اللورد وطورنا على اللي قاله ابو سعيد وقلنا ان المحللين يقومون بانفسهم بزياره لبعض الملاك اللي بيمثلون الدوله ان شاء الله في بطوله كاس الخليج واخواننا مشكورين ما قصروا سالم وحمد وعبيد وفهد ومخالد مشكورين زاروا بانفسهم كل محلل زار عزبه والتقى بالمالك وتعرف على اخر استعداداته للمشاركه ولتمثيل الوطن في كاس الخليج المقام ان شاء الله في العاصمه الاماراتيه الشقيقه ابو ظبي بتاريخ 23 و24 يوم الاربعاء ويوم الخميس الجاي ان شاء الله خلونا نبدا معاكم من عزبه السندباد العزبه المعروفه لدى الجميع عزبه السيد صالح بن حمد القمره التي ستتوجه باذن الله تعالى الى العاصمه ابو ظبي للمشاركه في كاس الخليج في نسخته الخامسه واترك لك تقديم التقرير يا ابو علي الكاميرا عندك وتوكل على مرحبا اعزائي المشاهدين يسعدنا ويشرفنا ان نشوف اللقاء اللي قمنا به مع عزوه صالح بن حمد القمره اليكم المشهد <applause> شلونك ابو حمد؟ الله يعافيك شلون العيال؟ شلون الحلال؟ يا مرحبا طيب. مرحب. مرحب. و... والله الله طيب. الله يسلمك الله الله احنا طال عمرك مسيرين عليك وناخذ عندك مجال القهوة يا مرحبا و... ودنا طال عمرك تكلمنا عن تدري بطولة كأس الخليج على الأبواب إن شاء الله المقامة في أبو ظبي عاصمة الميادين الوهبة ونبي نتكلم عن عزبة صالح بن حمد القمرة واستعدادها والله. لبطولة كأس الخليج الخامسة إن شاء الله والله إن شاء الله نحن مستعدين وان شاء الله بنشارك باذن الله تعالى اكثر الاسنان نعم والاستعداد ان شاء الله مستعدين وان شاء الله اتمنى صراحه لك التوفيق انت تكون المشاركين سلم. ابو حمد ودنا تعلمنا وتعلم اعزائنا المشاهدين عن الحلال اللي راح يشارك في الوثبه وايش السن اللي يراهن عليه صالح بن حمد القمره لانتزاع الميداليات الفضيه والذهبيه والبرونزيه نافس عليها ان شاء الله ناخذها رايحين ان شاء الله ناخذها كلها الله يوفقك يا رب العالمين <applause> والربع كلهم مستعدين ولا ادري شنو اللي من الحلال بيصمد نعم لكن ان شاء الله عندنا مشاركه في كل تقريبا في كل الاسنان في كل الاسنان السن الصغير والسن الكبير السن الصغير والكبير طبعا هذا تميه من عند صالح بن حمد على اساس ما تطلع اسماء المشاركين تريد تفاجئهم ولا لا والله صحيح ولا يعني الاسماء كلها هم قوي. كلهم عندهم متأهلين يعني في حاله متاهل ما ادري اللي بيشارك بيحصل له شيء ان شاء الله نقول ان شاء الله انه كذا ان شاء الله مستعد ان شاء الله وان شاء الله انها تشارك كلها ان شاء الله مشاركه طيبه باذن الله تعالى نتمنى ان شاء الله التوفيق لنا وللمشاركين الله يوفقك ابو حمد ابو حمد كاس الخليج مهم جدا أه وانت من الملاك الحريصين على المشاركه فيه أه ممكن تعلمنا عن اهميه كاس الخليج بالنسبه لعزبه صالح بن حمد القمر اهميتها عندي أه ما يحتاج يعني هي لها أهمية قوية عندي وعند غيري بالفعل لأنها فعلا هذه نخبة الهجن وفكرة طيبة وبيض الله وجههم اللي سعوا فيها وحطوا ذا الفكرة وما يستغرب عليهم هذا الشيء يعني أنت تأخذ النخبة كلها وتجمعها مع بعض في شوط واحد في شوط واحد هم. يعني كلها نخبة اللي اللي تجيد المكان كلها أنا أعتبرها أنها كلها فائزة بالفعل سواء اللي تاخذ الاول ولا تجي معه لان ما وصلت المكان اللي هي في الغمه صحيح صحيح ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله ان شاء الله انت من العزب المهمه الله من العزب س... القطريه المهمه الله. اللي لها دور صراحه في عالم هذه الرياضه الساحر الله ودائما يا ابو حمد نشوفك في اشواط رموزنا العالم الصعب, نعم الصعب. <تصفيق> <تصفيق> والحين طال عمرك معاك المشاركين الاخرين فان شاء الله نكون انتم نخبه وبتروحون كلكم مع بعض وبتمثلون قطر خير تمثيل والله نتمنى لهم التوفيق كلهم ولم ربعنا بعد التوفيق وربعنا يقولون يبغون يسبقونهم كلهم الله كريم ان شاء الله إن شاء الله انهم يستعدون للرموز الجايه باذن الله تعالى نشكرك اهم شيء عندنا سيف الامير اكيد يا <applause> حمد اكيد هو هو الاهم ابو آه. حمد باسمي وباسم قناه الريان احب اشكرك على المقابله اللي اجريتها معنا في في عزبتك ان شاء الله ونقول ان شاء الله الناموس وان شاء الله باذن الله انت والاخوان المشاركين بتمثلونا خير تمثيل ان شاء الله حمد. والله اشكر قناه الريان واشكر مشجعينا واشكر جميع من قام عليها والشكر لله سبحانه وتعالى والسيد سمو الامير على الدعم اللي غير محدود في هالرياضه واحنا بدورنا نشكرك يا صالح بن حمد القمره ونشكرك على حسن الاستقبال وكرم الضيافه ونقول بيض الله وجهك ونستاذن يا ابو طبعا شكرا للسيد صالح بن حمد القمرة اللي أجرى المقابلة مثل ما تشوفون أتوقع على مستقبل كبير عبيد بن علي السناري وكانت المقابلة في مزرعة السيد حمد بن صالح القمرة مثل ما نشاهد بأن القمرة من الناس الداعمين لهذه الرياضة المحبين لها من خلال امتلاك لأفضل السلالات العربية الأصيلة وشاهدنا يمكن من خلال استعراضنا للصور مجموعة من البعاري منها سياف صيحان وسياف وزمول اللي عندك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, الله, الله. رحب رحب يعني في المزرعة المقابلة الثانية راح تكون بإذن الله مع سعيد بن محمد بن زايد الخيارين الشعار المعروف لدى الجميع الشعار أيضا حاز على كل ما يمكن أن يحوز عليه شعار في عالم سباقات الهجن من خلال فوز شعار أنجال سعادة السيد محمد بن زايد الخيارين بالسيوف والكؤوس والشلف والخناجر والدروع إلى آخره الشعار المعروف لدى الجميع زاره وزار عزبته أخونا المبتكر حمد بن علي بن جرحب المري وترك لك التقديم لهذه المقابلة وهذا التقرير وعلي كاميرتك هناك هناك في البدايه نشكر اخونا مبارك محمد على حسن الاستقبال وعلى الضيافه الطيبه وعلى اللقاء الطيب وخلنا نشوف اللقاء احنا اللقاء ومشاهد. مع مبارك ولا مع سعيد؟ مع مبارك محمد بن زايد الخيرين ونعم ونعم نجل سعاده محمد بن زايد الخيرين وخلنا نشوف اللقاء ان شاء الله نكون توفقنا فيه ان شاء الله متابعينا الكرام اسعد الله مساءكم بكل خير الليله نزور عزبه قطريه عزبه عشقت المنصات عزبه حققت العديد من الانجازات تمثل المشارك القطري ان شاء الله في كاس الخليج في نسخه الخامسه في ميدان الوثبه في اماره ابو ظبي نتمنى ان شاء الله التوفيق خلونا نتعرف عليهم اكثر الله يسلم محمد الله يحييك يا مرحبا كيف الحال؟ حال. حالك؟ مساك طيب؟ مساك بخير؟ طيب. الله, يسلم. مرحبا. الله, الله يسلمك يا مرحبا محمد. الله يطول طيب. يا مرحبا الله حيه الله يسلمك يا مرحبا وما سلام محمد ربك طيب؟ الله يحييك يسلمك الله الله يرضى عليك يا مرحبا الله يرحبك احنا الحين في عزبة سعادة محمد بن زايد الخيرين معنا نجله مبارك محمد وحفيده محمد بن مبارك الله يبارك فيه رب العالمين الله يجزاه خير ابو محمد مثل ما انت عارف الحين بطوله الخليج النسخه الخامسه تقام ان شاء الله في الوثبه بتاريخ في 23 نعم وشعار سعاد محمد بن زايد الخيرين يعني يعتبر من اقوى الشعارات القطريه المشاركه ان شاء الله واللي تمثل المشارك القطري شلون تشوف مشاركتكم يا ابو محمد في, في الوثبه ان شاء الله؟ والله ان شاء الله احنا ذي السنه حرصين على المشاركه في بطوله كاس الخليج وعندنا ان شاء الله مشاركه في سن الثنايا ومشاركه ان شاء الله في سن الحيل ونطلب من الله التوفيق لنا وللملاك الاخرين. الله كريم. محمد ذكرت الثنايا والحيل عندكم ان شاء الله مشاركه بس يا لو تعرفنا اكثر عن اقرب التوقعات ان شاء الله ان شاء الله بيكون ان شاء الله نصيبكم نصيب الاسد ان شاء الله لكن اقرب أكثر الاحتمالات على الفوز بميدالية من الميداليات والله ان شاء الله حنا الله يسلمك عندنا بكره في سن الثانية وعندنا ان شاء الله ناقه في شوط الحين ونطلب من الله التوفيق وان شاء الله احنا ما نطلع من دائرة الثلاث ان شاء الله الله يوفقني ان شاء ابو محمد مثل ما معروف من عزبة سعاد محمد بن زايد الخيرين من أفضل العزب في, في الإنتاج حققت حققت على حصلت على رموز في انتاجها من قبل اشواط الانتاج صحيح المشاركه اللي بتكون ان شاء الله في بطوله الخليج شيء منها في من الانتاج نعم ان شاء الله عندنا في شوط الثنايا بكره من الانتاج آه لها عده سبقات السنه والعام الماضي بعد لها عده سبقات وان شاء الله نطلب من الله التوفيق ان شاء الله الله يوفون يوفون. وياك ان شاء الله زين ابو محمد آه انت الحين تعتبر آه طبعا من من شروط آه بطوله الخليج ان التمثيل إن يعتبر تمثيل دولي انتو الحين تعتبر عزبتكم من العزب اللي تمثل المشارك القطري في بطوله الخليج شو يعني لك التمثيل هذا تمثيل وطني تمثيل مشارك قطري شو يعني لكم انتو والله اول حاجه ان شاء الله نكون تمثيل وطني و... وبنشرف ان شاء الله دولتنا ان شاء الله وبنجيب لهم انجازات مثل ما جبناها قبل ان شاء الله كفو كفو محمد ما عليك ومحمد انتو صار لكم مشاركات من قبل في بطوله الخليج الصادقة. نعم نعم قد صار لنا مشاركه قبل في الدورة اللي صارت في ميدان الشحنية كانت المشاركة طيبة بطولة الثالثة نعم البطولة الثالثة كانت المشاركة طيبة لكن نطمح إن شاء الله في المشاركة ذي إن شاء الله نحصد ميداليتين ولا ثلاث إن شاء الله الله يوفقنا ويوفقكم إن, إن شاء الله وأنتم خير من يمثلنا ونتمناكم إن شاء الله التوفيق أنتم وأخواننا القطريين إن شاء الله اللي مشاركين في هذه البطولة التوفيق للجميع إن شاء الله الله يسلمك ويطول عمرك أستاذنا محمد مرحبا 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 الله يحفظك مرحبا إذا كل الشكر لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين ونتمنى إن شاء الله التوفيق لعزبتهم في تمثيل قطر في هذه البطولة الهامة التي ستقام في الثالث والعشرين والرابع والعشرين على يومي الأربعاء والخميس الجاية من هالأسبوع إن شاء الله بإذن الله. فاصل وراجعين لكم مع مزيد من العزب اللي راح تشارك إن شاء الله في البطولة القادمة. احبابكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل وقبل ما نستكمل التقارير في تغريده جايه من الاخ حمد يقول عندي نقطه ويليت تدققون فيها من ناحيه التصوير في الكيلو الاخير المخرج يحط التصوير من فوق وحنا نبي نشوف التحرك من قريب يعني يا مخرجنا ومخرجينا الاعزاء يقصد انه في الكيلو متر الاخير عندما تحتدم المنافسه يبي المنافسه تكون بالكاميرا المباريه والموازيه للهجن ما يبي الهليكوبتر يمكن تكون الهليكوبتر تستخدم في السباقات الكبيره لكن في كل سباقاتنا المحليه الماضيه لم تستخدم الميني هليكوبتر في ميدان الشحانيه على الاطلاق تبدا ان شاء الله بهذه التقنيه في المهرجانات الكبيره وان شاء الله ان تكون تقليل في مدى استخدامها باذن الله تعالى استكمل التقارير من العزب الكبيره اللي ايضا زاروها الاخوان وتحديدا الاخ فهد بن مبارك بن حباب الهاجري عزبه ايضا حققت سمعه واسعه في هذه الرياضه العربيه الاصيله من خلال امتلاكها لأفضل السلالات العربية الأصيلة وأيضا ضخ أموال كبيرة جدا في سبيل الوصول إلى الرموز وتحقق لها هذا الأمر وتسعى جاهدة أيضا لحصد الرموز بشكل أوسع وشكل أكبر فهد عزبة حمد بن غانم الهدية في زرت أبو ناصر أنت والتقيت فيه صحيح. كلمنا عن هذه الزيارة وأيضا عن مشاركته قبل, قبل تقديم التقرير أعزائي المشاهدين بداية نشكر الأخ حمد بن غانم الهديفي أبو ناصر على الاستضافة وهو دائما من أفضل من يمثلنا في المهرجات الرئيسية مع أخواننا القطريين اسم لمع ببريق من الذهب في حصوله على العديد والعديد من الرموز في المهرجانات سواء داخل ميدان الشحانية أو حتى المشاركات الخارجية إليكم التقرير شوفوا ونرجع بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل خير يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بأحد وأشهر ملاك الهجن في ميدان الشحانية الأخ حمد بن غانم الهديفي أسعد الله مساءكم يا خير أبو ناصر يا مرحبا وسهلا الله يحييك فهد يسعدنا ويشرفنا يا أبو ناصر أن نلتقي باسم حصل على العديد والعديد من الرموز داخل الميدان وخارج الميدان فمشاركاتك جدا مميزة حصولكم على رموز في العام الماضي؟ الحمد لله رب العالمين احنا العام يعني كثفنا جهودنا واستعدينا للموسم من وقت مبكر شوي اشترينا والحمد لله رب العالمين توفقنا في قطر ولما طلعنا بعد الختاميات الخارجيه في في دبي وفي ابو الحمد لله رب العالمين حققنا انجازات وهذا ما جاء الا بعد جهد يعني ما هي استعداداتكم لبطولة كأس الخليج وتمثيل الأخوة القطريين في المشاركة الخليجية والله شوف كأس الخليج أنا أول مرة أشارك فيه تعمدت أني أشارك هاي السنة السنوات اللي فاتت ما كنت أشارك ما كان عندي العينة اللي ممكن تساعدني أو تأهلني أني أنا أمثل بلدي في بطولة مثل هذه بالشكل المطلوب ولكن السنة عدينا العدة وجهزنا حلال طيب ونتأمل من الله أن نحقق يعني في بعض الأشواط أي شيء من الميداليات إن شاء الله بالنسبة لبطولة كأس الخليج في أشواط اللقاية وأشواط الجذاع وأشواط الثنايا وأشواط الحيل والزمول وين أقوى الهجن المشاركة عند الأخ حمد مغان؟ ما أقدر أحدد لك بالضبط إحنا حلالنا لحد الآن ما بين 100% لان احنا ما زلنا نعتبر في بدايه الموسم لحد الان الحلال لم يختبر طبعا اشتركنا في التمهيديات وحاولنا نجهز حلالنا بين عندنا عينات بنقول عنها جيده جدا ولكن لحد الان ما حصلنا المستوى الممتاز كاس الخليج اعتقد هو اول ملتقى بيبين فيه حلالنا ويمكن حلال الاخوان المشاركين الثانيين يعني اللي بيعطي اشارات طيبه للمهرجانات القادمه ولكن نعدكم باذن الله ان في كاس الخليج ان شاء الله نحقق شيء ان شاء الله باذن الله هناك ميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه بالاضافه الى الكاسات ان شاء الله انكم ترجعون لنا بشيء من الرموز لميدان الشحانيه وعلى هجن اخ ابو ناصر ان شاء الله الله يسمع منك احنا مثل ما قلت الهدف هو تمثيل دولة قطر السباق هذا بالذات يعني المنافسة بين القطريين اللي مشاركين في السباق ما راح تكون موجودة أنا لو أقول لك لو إحنا في أي ختامي من الختاميات وأنا وأنت يا في نفس الشوط أنا بتنافس وياك بأي طريقة أن أنا أسبقك لك. لكن في هذا المهرجان أو البطولة ما راح يكون فيه الا الطموح لنا كلنا الا نجيب ميداليه حق قطر. ونتمنى التوفيق لك ان شاء الله سواء في مهرجان بطوله كاس الخليج او في المهرجانات الخليجيه القادمه فالكم الناموس والتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. <applause> إذا شكرا للسيد حمد بن غانم الهديفي نتمنى له التوفيق بناصر في اول مشاركه مثل ما ذكر في بطوله كاس الخليج سيشارك الشعار الذي سيمثل الوطن في هذه المناسبه وايضا هل معيدر سيجدون كل الدعم هذا الشعار شعار ايضا يمثل منطقه معيدر شوف العزبه اللي زارها سالم بن راشد بالاسود بن عزبه محمد بن راشد بن سلامه الهاجري وهي من العزب اللي يمكن عمرها قصير في رياضه سباقات الهجن ولكنها استطاعت ان تبني لها قاعده سليمه قاعده قويه شعار بن سلامه لا يكاد ان يغيب عن المنافسات في الموسم هذا وايضا في المواسم الماضيه استطاع ان يضع بصماته الواضحه في كل المهرجانات سواء المهرجانات اللي تقام عندنا في ميدان الشحنيه او في المهرجانات الخارجيه تعذر على أبو راشد مقابلة أبو راشد محمد بن راشد بن سلامة الهاجري ولكن التقى بعبد الله بن علي بن سلامة، أترك لك تقديم التقرير سالم وقبل ما تقدم التقرير كيف ترى مشاركة بن سلامة في كأس الخليج؟ وهي محمد اللي عنده يمكن حايل اللي ناصيه وسبقت ثلاث مرات عندنا صحيح وحصلت على توقيت مميزه وعنده جذع كذلك اللي هو جلمود <applause> ومن العزبة اللي احنا دائما نشوف لها تواجد فمشاهدة الاعزاء احنا قمنا بالزيارة لعزبه محمد بن راشد بن سلامه والتقينا اخوه ولد عمه عبد الله بن علي ويحدثنا عن مشاركته ان شاء الله في بطوله كاس الخليج الخامسه فإليكم هذا التقرير سلام عليك. السلام عليكم السلام مرحبا راشد السلام عليكم الله, الله يسلمك ساك طيب اي جاك بخير سريع عندك الله يسلمك شو الحلال والله ابشرك كل الله يحيي الله يبقي يا مرحبا الله يرحبك ويسلمك ابو علي لو سالتك عن استعدادكم السنه هذه بشكل عام لهذا الموسم والله الحمد لله مجهزين طال عمرك بدري التسعيرات الموجوده والجوائز القيمه اللي حاطينها طال عمرك مجهزين حلال بدري الحمد لله سجلنا نقاط طيبه زين انتم ان شاء الله من العزب اللي راح تمثل الهجن القطريه ان شاء الله خير تمثيل في بطوله الخليج الخامسه المغامرة في ابو ظبي كيف استعدادك بشكل خاص لهذه البطوله؟ الحمد لله طال عمرك الله وفقنا وتاهل عندي بطيئتين ناقة الحايل وقعود الجذا وان شاء الله نقول مستعدين ونسأل الله التوفيق. وفقنا وياك رب العالمين. كم مشاركات الناقه شو اسم الناقه هي؟ الناقه طال طيب عمرك ناصيه وعندها ثلاث اشتراكات الموسم هذا وكلها الحمد لله شرك. والمطيه الثانيه اللي عندك شنو هي؟ المطيه طال طيب عمرك قعود شو اسمه جلمود جلمود سنه جدع والحمد لله حاصل على المركز الثاني في الشوط الاول. زين أه دائما اللجان اختيارها لمات اللي راح تشارك كاس الخليج على افضل التوقيت اعتقد سجلت توقيت مميز في احد المحليات اي نعم ناصر. المحلي الاول سجلت توقيت مميز ثاني افضل توقيت وعندها اعتقد ثلاث دخولات نعم كل كلها الحمد لله سبق. والله ان شاء الله من الهجن ان شاء الله راح تمثلنا خير تمثيل في هذا السباق انكم شاركتوا في بطوله الخليج اما هذه ان شاء الله أو الثانيه او الثالثه هذه طال أو عمرك اول مشاركه نسأل الله التوفيق الله يسلمك هذه اول مشاركه دائما أشعار بن سلامه متميز شاهدنا اكثر مره في دخول حتى ذيك السنه شاهد اعتقد الديب عندكم الديب <applause> نعم خذ الرمز المحليات في سباق سيد الامير سيد <applause> الامير السنه اللي اي نعم ومن عزب البارزه دائما أشعار بن سلامه ما يكون اذا دخل الشوط لازم يكون له تواجد الحمد لله هذا توفيق من الله طال عمرك وبراش الدعم العزبه بالمشترى والحمد لله السبوق لقد تواجد طال عمرك طلعت في الحمد لله رب العالمين الحمد لله وهذه اول مره لكم في كاس الخليج نعم هذه اول مشاركه ونسال الله التوفيق ان شاء الله وش رايك طال عمرك السنه هذه في نتائج الشحنيه وهي للحين ما احتكت باي عزب ثانيه بس سواء عند بهران او عند الوهيبي او عند العطيه بشكل عام والله كيف ترى جهوزها السنه وش توقعاتك لها في كاس الخليج؟ ان شاء الله طال عمرك جهوزها طيب واداها في المحليات اداء قوي وتيمات طيبه وهم ما طلبوا منها اللي وان شاء الله بيمثلون قطار خير تمثيل في بطوله الخليج الله ثمك ربنا احنا ان شاء الله نتمنى من الله علي الغدير ان يوفقنا وياكم ويوفق كل العزب اللي راح تشارك سواء انت او العزبه الثانيه اللي راح تشارك ان شاء الله في بطوله الخليج على مستوى برنامج التعاون ونتمنى تبارك كذلك الهجن الشحانيه اللي ان شاء الله راح تمثلنا خير تمثيل في هذه البطوله ونتمنى التوفيق العافيه جزاك الله خير ويا مرحبا مرحبا يا مرحبا مشاهدينا الكرام ونشكر السيد عبد الله بن علي بن سلام الهاجري ونشكر ايضا راعي العزبه محمد بن راشد بن سلام الهاجري اللي راح يشارك مثل ما قال عبد الله بناصيه سلاله ناصية المختبر واللي اشتراها ابو راشد مفروده 250000 هذه ناصيه وسجلت عندنا نقاط متميزه في ميدان الشحانيه بالاضافه الى مشاركته اللي راح تكون مع سلهود في جلمود, كأس جلمود او جلمود, جلمود عفوا في كاس الخليج جلمود على وزن سلهود وجلمود آه آه انتاجه اب وام انتاجه محمد بن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله التقرير الجاي والاخير راح يكون مع احد الاشخاص المتميزين رياضي من الدرجه الاولى سبق له أن حقق الرموز ويسعى جاهدا من خلال عودته الكريمة إلى المشاركة في بطولة كأس الخليج وتمثيل الوطن وانتزاع الرموز في ذلك السباق وفي المهرجانات الكبيرة تقريبا راح يكون مع اللورد ولكن بعد الفاصل يا مرحبا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مع هذا الفاصل الاخير وسنتوقف الان عند محطه اللورد عبد الله بن سعيد العيده الذي عاد الى رياضه سباقات الهجن بعد فتره توقف عوده حميده كانت للورد في الموسم المنصرم موسم 2015 2016 واستطاع ان يكون قاب قوسين او ادنى من تحقيق السيوف وايضا من الجوائز الكبرى مصمم اللورد في هذا الموسم على أن يكون له نصيب لا بأس به من خلال مشاركاته المتميزة وبالمناسبة هو اللي اقترح علي شخصيا الدعم للشعارات المشاركة وأيضا أصر على عدم ظهوره باعتبار أنه صاحب الفكرة ولكن ضغطنا عليه أبو سعيد وأجابنا مشكورا من أجل إجراء هذه المقابلة اللورد عبد الله بن سعيد العيدة التقاه أخونا سعيد بن خالد الشهواني فاترك لك بخالد تقديم هذا التقرير ولكن قبل ما نشوف التقرير كيف وجدت استعدادات عبد الله العيده لبطوله كاس الخليج؟ بالبدايه نشكر الاخ عبد الله بن سعيد العيده على اتاحه الفرصه واجراء اللقاء معه في عزبته وعبد الله بن سعيد العيده مو بغريب على هذه الرياضه الرياضه اللي ورثها من الاباء والاجداد راعي الذيبه راعي الذيبه صحيح وهو خير ان شاء الله من يمثل المنتخب في مشاركته ان شاء الله في بطوله الوثبه القادمه ويسرنا ان ان اجرينا هذا اللقاء ونترككم مع اللورد عبد الله بن سعيد العيده مع هذا اللقاء المميز جدا. اشكرك السلام عليكم. عليكم السلام. طيب سعيد. هلا هلا. بالخير. كيف الحال؟ الله يعافيك طيب, طيب. سلامة الله يسلمك يا الحلال والله طيب خير الله الحمد لله بشر بشر, بشر. ابشر معنا ان شاء الله انك بتشارك في البطوله الجايه في الوثب الجاي ان شاء الله ابشرك 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 احنا جاهزين ان شاء الله وهذه اول مشاركه لنا في البطوله الخليجيه ونتمنى ان احنا نقدم كل ما يليق سمعة الهجرة القطرية نتمنى لك إن شاء الله التوفيق أبو سعيد وأنت على ما قال مقدم المحاربين في هذه الرياضة بس خذيت لك فترة ما شفناك وشفناك عايد السنة بقوة إن شاء الله والله قطعناها 15 سنة لكن أجبرنا التاريخ والعادات والتقاليد على العودة مرة ثانية والله يا أبو سعيد أنت أحد الشعارات المهمة في هذه الرياضة ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق شفنا لك مشاركات عندنا هنا خاصة في سن اللقاية شفناك تزعت كذا أشواط رئيسية الفترة الصباحية والمسائية هل هذه البكار الموجودة هي بتشارك ولا غيرها؟ والله هذيك البكار اللي فازت في السباقات اللي طافت طبعا راحت الهجن الشحانية لكن مثل ما يقولون بيت الديب ما يخلع نعم بيت السبع ما يخلع من الأعضاء نعم على ما قاله وجعل ربي يوفقك إن شاء الله يا أبو سعيد وأنت إن شاء الله بتشارك وأنت إن شاء الله هو باقي العزب باسم منتخب منتخب اللي تمثلونه ان شاء الله هالشحانية الشحانيه في دوله الامارات وميدان الوثبه بالاحرى. طبعا المشاركه الخليجيه بتكون مشاركه يعني تمثل دول. دوله قطر وتمثل كل جمهور الشحانيه بجميع شرائحهم واعتقد اللي بيفوز يتوفق بيكون الفوز للجميع صحيح واللي بيخسر بتكون مش اخر المطاف لا والله مش اخر المطاف ونتمنى ان كل ملاك الهجن اللي بتشارك تحت اسم الهجن القطريه انهم ما يقصرون يبذلون كل قصار جهدهم على انهم يعكسون صوره طيبه عن الهجن القطريه وعن التعامل في البطوله الخليجيه لأن هاي بطوله لكل ابناء الخليج وليس لقطر الوحده صحيح صحيح ابو سعيد وش الاسنان اللي بتشارك بها ولا وش والله من اللي قايل الحين كل الاسنان كلها من اللقاء الى الحين كلها بنشارك بها يا ان شاء الله يوفقك ان شاء الله وترجعنا ان شاء الله منك ان شاء الله بالميداليات إن, ان شاء الله الذهبية. ان شاء الله ان شاء الله اذا ما رجعنا بانجازات راح نعمل اعاده حسابات مع المضمر المضمر هذا هو قاعد يسمع يعني <applause> هو ان شاء الله من خيار المضمرين ان شاء الله وانت ان شاء الله من خيار المالكين ومن خيار الداعمين لهذه الرياضه ان شاء الله ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق والسعيد نقدم مشاركه تليق بمستوى البطوله ان شاء الله لك الله لك كريم ان شاء الله جعل ربي يوفقك ان شاء الله والله لا يهينك ابو تشرفنا بزيارتك ونحن نشكر قناه الريان على متابعتها المستمره لكل الرياضات بغض النظر ان كانت هجن او غير هجن هذا مش غريب عليها هذا دليل على ان اللي اسسوا قناه الريان اسسوها صح وعملوا اللبنه صح ونتمنى من الله انهم يتوفقون ونطلب منهم المزيد هذا ما راح يكفينا. الله يجزاك يكفي خير. نعم. خير يا ابو سعيد وبيض الله وجهك ونقول لك مشكور ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. يا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا الله الله يسلمك حياك الله يا مرحبا. بيت الذيب ماي خلا عبد الله بن سعيد العيده في هذه المقابله يتوعدك يا بالوحوش سيكون هناك مراجعه للحسابات دير بالك يا بالوحوش اذا كل التوفيق للعزب القطريه اللي بتشاركنا باذن الله تعالى في كاس الخليج هذا اللي ساعدنا الوقت والحظ ايضا لاجراء هذه المقابلات حاولنا بقدر الامكان التواصل مع بعض العزب ولكن تعذروا بسبب انشغالات بسبب سفر البعض منهم ولكن كلنا ندعم وباذن الله كلنا راح نتابع الشعارات القطريه اللي ستمثل المنتخب القطري في بطوله كاس الخليج اللي راح تكون في ابو ظبي في نسختها الخامسه. بو محمد كيف ستكون المشاركه القطريه في بطوله كاس الخليج؟ ما هي اخر الاخبار؟ متى راح توجه اللجنه المنظمه او وفد اللجنه المنظمه لسباقات الهجن الى العاصمه الاماراتيه ابو ظبي؟ الوفد توجه اليوم برئاسه الشيخ حمد بن جاسم فيصل الثاني واخوه الدكتور مبارك بن حمد والاعضاء المشبهين والمسننين وجميع الاعضاء سبعه من 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 اللجان من دوله قطر سبع من كل دول الخليج سبعه اعضاء من اللجان بالاضافه رئيس اللجنه اللي هو مبارك بن حمد الشهواني والشيخ حمد بن جاسم رئيس اللجنه موجود هناك في دوله الامارات بكره عندهم اول يوم بكره عندهم تشبيه وتسنين لجميع الاسنان الشروط اللي موجوده لدوله قطر هي لازم تكون الفوطة تكون لونها العنابي لون الفوطه عنابي عنابي وشعارك هو نفس شعارك بس اللون اهم شيء الفوطه تكون لون عنابي وبكره عندهم من الساعه 7 الى الساعه 9 تشبيه وتسنين نطلبهم التوفيق ان شاء الله وخير من يمثلنا ان شاء الله الموجودين هناك بالاضافه الى هجن الشحانيه ان شاء الله المضمرين سالم الفران وسلطان وهيبي ومحمد الخالد العطيه بيشاركون كل المضمرين الثلاثه نعم المضمرين الثلاثه ونطلبهم التوفيق وكما ما نطلب حق اخواننا المشاركين من دول مجلس التعاون الثاني الخليجي التوفيق وهذه دوله الخليج المقصد منها نجاح البطوله المشاركه هذه نجاح البطوله واعطاها دعم كبير لان البطوله هاي تحمل اسم ابناء دول مجلس التعاون الخليجي ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اذا مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام بان المشاركه باذن الله راح تكون في كاس الخليج تمثل شعارات الاشخاص ولكن في نفس الوقت يتمثل المنتخب القطري لان بعد نهايه البطوله سيتم حساب النقاط وسيمنح كاس البطوله للدوله التي ستحصل على اكثر عدد من الميداليات طبعا الميداليه الذهبيه لها نقاط الفضيه لها نقاط البرونزيه لها نقاط في البطوله اللي اقيمت عندنا في قطر النسخه الثالثه الكاس نعم, نعم. الكاس هو بيكون مع الميداليه الذهبيه نعم صحيح في النسخة الثالثة حصلت دولة قطر ولله الحمد على كأس البطولة إن شاء الله بإذن الله تعالى نحقق كأس البطولة بحساب نقاط الأشواط المفتوحة أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ اللي راح تمثلنا فيها شعارات هجن الشحانية وشعارات أيضا أصحاب السمو والسعادة الشيوخ آل ثاني الكرام هذا بالإضافة إلى الأشواط العامة اللي راح يحضر فيها ابناء قطر من خلال هجنهم اللي تاهلت الى سباق الخليج تغريده جايتنا من اخونا المري دبل 7 دبل ايت ون. ملاحظه تصوير الكادر الثاني يكون تركيزه على المركز المراكز الخمسه الاولى والكادر الاول نفس الشيء لذلك يا ليت يعدل المخرج من تصوير الكادر الثاني وصلت الملاحظة المري وإن شاء الله نعدك بإذن الله بأن صوتك وصل للإدارة المعنية بهذا الأمر في قناة الريال الفضائية وملاحظة تقولنا الكاميرا الثانية اللي هي الكادر الثاني أنها تكون أكثر تركيز على بقية المراكز باعتبار أن الكاميرا الأولى تأخذ الخمس الأوائل أيضا أبو محمد في الحلقة الماضية طرحنا موضوع نقل الدم عندنا في ميدان الشحانية نسمع ونشوف بعض الصور وهذا الامر يمكن تقريبا موجود في عالم سباقات الهجن نقل الدم. كيف اللجنه المنظمه لسباقات الهجن قد تحد من هذا الموضوع؟ هل هناك دراسات؟ هل هناك نيه لتطبيق هذا الفحص؟ كيف تحدثنا عن هذا الموضوع الشائك؟ والله العام الماضي احنا عملنا فحص الدم للسن الاجذاع والثنايا والحول ولا طلع عندنا الشيء اللي الناس كانت تتكلمون عنه وهذا وهذا شيء يبغي له اليه عند المختبرات والدكاتره، اما احنا كلجنه منظمه سباقات الهجن ما لنا اليه معينه، ما عندنا اليه معينه او طريقة المعينه، لكن مثل ما عرفنا من المختبرات ومن الجماعه اللي العام ان يعني الدم كان كله متساوي فيختلف ان مطيه تفحصها في في مكانها قبل المشاركه يكون نسبه دمها يكون نازل، لكن مطيه تفحصها عندك في الميدان يعني من متحركه من عزبتها لين عندك تقريبا حوالي 3 كيلو او 4 كيلو يكون دمها قدر ارتفع, ارتفع. شوي اي نعم لان مع ارتفاع الدم يكون المطيه يكون توترت او صار عندها نوع من التوتر يرتفع دمها الدكاتره اللي فحصوا عندنا قالوا لنا ما عندكم ارتفاع دم كبير والعمليه كلها كانت متساويه وهذا الحمد لله ما حصلنا عندنا العام الماضي زين محمد هل هناك نيه لدراسه مثلا بالتشاور مع الاطباء البيطريين لي اكتشاف هذا الموضوع لأن نسمع ابو محمد دائما عندها الهجن نعم. يقول لك هذه والله المطيه منقول لها دم هل هناك نيه هل هناك ابحاث قد تجريها اللجنه المنظمه لسباقات الهجن مع المختبرات طبعا انتم احنا رفعنا الموضوع حق الجماعة المسؤولين نعم مسؤولين المختبرات وهذا فقالوا اليه معينه أن في الموضوع هذا في الوقت الحاضر ما في شيء قريب لكن متى ما صار في فحص الدم وفي اليه معينه ممتاز. في شيء توضيح بنروح نوضحه للجماعه اول باول ان شاء الله. ممتاز، اذا آه هذه اعتقد انها اجابه واضحه بان تم عمليه فحص الدم عندنا في ميدان الشحانيه في اي سباق بو محمد؟ العام الماضي سباق سيدي سمو الامير في سباق سمو الأمير. في سن الجذاع وفي سن الثنايا وفي سن الحول فما كانت عندنا يعني ارقام عاليه زي ما قالوا الجماعة كانت الارقام الدم كلها متساويه فما نقدر نظلم احد وهذه يعني تبي لها اليه معينه. ولو أن نظلم احد ونحرم صحيح. من المشاركه واحنا ما عندنا اليه تحرم الشخص او كذا. نعم عندنا باقي ثلاث دقائق اللي منكم عنده سؤال لابو محمد المجال مفتوح. والله ابو محمد بيض الله وجهه وجب يعني أن يسمع ما قصر يعني يوضح الامور كلها سواء لمهرجان السلامه او مهرجان الخليج ونشكر ابو محمد على قبوله الدعوه وحضوره مجلسنا هذه الليله نعم <سيح> 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 وتوعدنا محمد ان نشوفك بعدين مره ان شاء تالي. الله احنا قدنا مجهزين حتى سباق سيدي س -س المؤسس قصدي سباق المؤسس جاهزين وقد قد... الجدول جاهز للنشر ويمكن ننشر ان شاء الله بعد اسبوع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ولو يتم نشره في مهرجان السلامه بيكون يكون بعد بيكون افضل بعد شاء الله ان شاء الله, في إن شاء الله. هو إيه؟ في الحين في مرحله الطباعه ممتاز والجدول خالص كله جوائز كله, كله كامل خالص ممتاز نعم. ممتاز ممتاز عندنا اللي هو ضفنا عليه اللي هو ركب التراثي إيه. التراثي إذا إيه. هذا مهم عطنا علومه كم شوط آه. <applause> السنه هذه تقريبا ضفنا لها اشواط العام كان في ختام سمو الامير صحيح السنه هذه بيكون في في المؤسس وفي الامير الوالد وفي وفي ختام ثلاث مهرجانات التراثيه الجوائز استيشنات استيشنات وسيارات كل كل سيارات نعم عدد الجوائز المؤسس 203 سيارات 203 سيارات ما شاء الله ما شاء الله الحمد, ما شاء الله. لله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله ابو محمد السباقات المحليه الجايه مثل احنا عندنا السادس هل حقايق واللقايه سيارات ولا خلاص من, حل... من السباقات الخمسه بس؟ احنا احنا لنا هاي سن... ثلاث سنوات تقريبا احنا رسمتنا واضحه وبرامجنا واضحه التمهيد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس اشواط مقيمه ولها لها جوائز سيارات ممتاز أه... الاول والثاني والثالث معروفه خمس سيارات لكل سن حقايق ولقايا الرابع 40 سياره والخامس 30 سياره ممكن. هذا مشينا عليه لنا تقريبا هاي ثالث سنه وان شاء الله ماشيين على نفس الخطوه ممتاز السادس التجهيز للمؤسس خلينا لك تجهيز ناس تجهز حلالها للمؤسس والمؤسس قد على الابواب يعني صحيح راح يبدا في 19/12 19/12 نعم باذن الله تعالى ان شاء الله باقي دقيقتين ابو محمد بالنسبه للسباق التراثي المسافه مثلا للعرب اللي فوق ال 50 <applause> بالنسبه لكم انتم هل الاستوديو ولكم مسافه خاصه <applause> بعدونا المسافه شويه كم 500 متر اللي تبغون انا بعدنا المسافه هو سال اللي فوق ال50 يعني بس هو احنا حماد. احنا نتمنى <applause> ان ان بالنسبه للعام الماضي اكتشفنا اه حاله واحده اللي هو واحد ركب في سن مش سنه اي اي صح وحرمناه الجائزه ومنعناه من المشاركه فاحنا نتمنى الكل يشارك في سن ويعطي فرصة لاخوانه الثانيين اللي اكبر منه سنا ركب هو في سن اللي اللي من فوق ال 50 وهو سنه كان تحت تحت ال 50 أيه. فنتمنى من الجميع يتقيدون بالتعليمات والسن لان في لجان مراقبه وفي كاميرات وفي ناس ولا من حقك انك تاخذ جائزه مو بلك صح. صح نعم صح الحلال مشارك على فحص ولا كيف؟ أكيد يمكن علي فحص. يمكن السنه هذه يكون في فحص <applause> <شو> المفروض ابو <applause> محمد ان انا تفحص المطيه ويفحص الراكب بعد هذا في <applause> <هدف> التراث وراكم وش يفحصون فيها فحص السباق <بوش> التراثي <صفيق> يعني. لا ما كان في فحص لكن المسافه كيلو واحده ما اعتقد انه فيكم في فحص اي بيض الله وجهك انتهى الوقت يلا ابو راشد بس لا احنا نبغي الشبال فوق 50 اقترح انه يكون نص كيلو يعني بدال الكيلو هم راغبين راغبين الكيلو واعتقد الكيلو مستفيدين من الكيلو مستفيدين من الكيلو نعم نعم <applause> العام سباق مفرج <من> بالحمد <applause> 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 نعم، حمد زميلنا في اللجنه وتفاعلوا مع العالم كله <applause> صحيح ابو <applause> محمد احنا نشكرك جزيل الشكر آه وشكرنا مو. موصول لسعاده الشيخ <applause> حمد بن جاسم الفيصل الثاني رئيس اللجنه المنظمه لسباقات الهجن والدكتور مبارك ولك انت شخصيا على جهدك وعلى حضورك ويانا اليوم والشكر ما نستثنيه من كل أشخاص الاشخاص العاملين في اللجنه المنظمه والله احنا بدونكم بدون اخواننا الملاك وبدون اخواننا المشاركين نعم والمضمرين احنا ما نقدر نسوي شيء الله يسلم. وجودكم صراحه وجودهم صراحه هو اللي يعطينا التوجيهات والتعليمات واحنا ان شاء الله بيض الله عليها وجهك. نمشي ان شاء الله بيض الله وجهك يا محمد وشكرا لك يا سالم على حضورك وتواجدك شكرا ابو علي شكرا لك يا عبيد، شكرا لك ابو مبارك، شكرا ابو خالد مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقه نتمنى ان شاء الله ان نكون قد وفقنا في تقديم ماده دسمه لكم في هذه الليله من فريق العمل تقبلوا اجمل واطيب تحيه دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.